السلام علیکم ورحمت اللہ سامین، 20 محرم الحرام 19 اگست ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مفتی مہتاب مظاہری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ ماشاءاللہ مظاہر العلوم سہارنپور میں شریک افتاح ہیں۔ بسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.